everyone. I'm Omar from Instabug. I would like to share a story. I would like every one of you to imagine himself using his mobile phone. He's using a mobile app on this phone. And he wants to send some feedback, tell the developer that there is a bug in the in some place, or he wants to give a feedback to tell the developer that there's something wrong, or even recommending something. الطريقة دي بتحصل ان هو بياخد سكرين شوت من الاب بيوصلها بيوصل الموبايل بتاعه بالكمبيوتر بيبدا ينقل الصوره دي على الموبايل بتاعه وبعدين يرسم عليه عشان يعمل هايلايت للمشكله كانت فين وبعدين بيحط الداتا دي في ايميل ويكتب كل الديتيلز اللي حصلت عشان يطلع الايرور ده سواء الموبايل بتاعه نوعه ايه الاي او اس اللي كان شغال عليه هو كان شغال على واي فاي ولا شغال على 3 جي كل الحاجات دي الديفلوبر بيحتاجها عشان يعرف المشكله حصلت فين He could do it this way, or he could do it the Instabug way, by just shaking the phone. It is unbelievable. By shaking the phone, بيطلع له feedback form, بيكتب الكومنت اللي هو عايزه, بيطلع له معاه screen shot, بيهايلايت الحتة اللي كان فيها المشكلة, submit, done, خلاص. الفيدباك راح. البروسيس اللي كانت بتاخد 5-6 دقايق, بتاخد 20 ثانية. بيعمل الكلام ده كله من جوه الاب, without interrupting the user experience. برضو لو تخيلنا ان احنا الناحيه الثانيه من القصه at the developer's side he could do it his way ان هو يجي له ايميلز كتيره من حته كتيره كل واحد بعت له فيدباك بطريقه معينه كل فورمات بتاع فيدباك مختلف ان هو يكيب تراك الحاجات دي صعب جدا ممكن يجي له برضو بوست من السوشيال نتوركس بتاعته كل واحد بعت له الفيدباك بطريقه مختلفه حلو او he could do it the Instabug way الانستابج way ان هو بيبقى عنده One organized dashboard. في كل الفيدباكس بتاعته اللي اتبعتت له. A detailed report مع كل فيدباك. كل فيدباك automatically بيجي معاه كل الديتيلز من اول الديفايس للرام للميموري الواي فاي الكارير اللي كان شغال عليه even اللوكيشن والباتري ستيت اللي كان موجوده وقت ما كان بيبعت الفيدباك بتاعه. كل الديتيلز دي بتطلع على a very organized dashboard. It can even be integrated مع اي bug tracking tool عشان تبقى دخلت جوه البرودكت ديفلوبمنت لايف سايكل. الماركت بتاعنا هو الموبايل ابس. الموبايل ابس النهارده وصلوا ل 1 اوفر 1.2 مليون اب في كل الماركتس. بيكبروا بقريت 360,000 اب بير يير. لو جينا بصينا للرقم ده اتس ان اب افري 2 مينيت. مع الجراف الرهيب ده في جراف تاني للموبايل اب ديفلوبرز. موبايل اب ديفلوبرز الريجستد واللايسنس النهارده اوفر 320,000 موبايل اب ديفلوبرز كلهم عايزين الاب بتاعتهم تبقى تيستد واكسبيرينسد قبل ما يعملوا لها ريليس في الاب ستور وكمان بعد ما يعملوا لها ريليس الفيدباك الفيك از اكستريملي كروشال عشان فيرذر ابديتس عشان كده هم بيصرفوا 4.3 بليون دولار على بيلدينج الابس دي في ديديكيتد بادجت 350 مليون دولار على تيستينج والكيو ان اي بتاعت التيستينج بتاعت الابس الكومبيتيتورز بتوع انستابج يو تيست جايرا اند يوزر فويس كلهم عندهم نفس الفيتشر بتاعت اللي انا عارف فيدباك الفرق الجوهري از ذا فيتشر اوف جيتينج ذا ديتيلز مفيش اي حد بيعرف يجيب الديتيلز الانستابج بتعرف تو بروفايد بيجيب كل الديتيلز اللي الديفلوبر محتاج يعرفها انكلودنج الكونسول لوج اللي هو في كل الستبس اللي حصلت من اول ما فتح الاب لحد ما بعت الفيدباك بتاعته دي في فيتشرز كمان ان هو ممكن يبقى انتجريتد مع اي باج تراكنج تول يعني هو مش محتاج يستعمل الويب سايت بتاعنا هو ممكن يستعمل اي باج تراكنج تول بتاعته والباجز او الفيدباك دي تتبعت له عليها كمان ممكن ان هو يغير الديزاين بتاع الفيدباك فورم يخليها نفس الالوان ونفس الاشكال بتاعه الاب بتاعته عشان اليوزر اكسبيرينس تبقى سموث as much as possible بالنسبه للمونتايزيشن انستابج از اوفرنج 4 ديفرنت باكجز ستارت اب برو كوربريت اند انتربرايز مختلفين في عدد الابس وعدد الفيدباكس اللي موجوده وفيها الفيتشرز بتاعه الباك تراكنج تول وتشينجينج الديزاين بتاع الفيدباك فورم وي ار اوريدي لايف ات instabug.io وير سيرفينج اي او اس اندرويد اند ويندوز فون از ان ذا بايب لاين we are looking for partners and investors. We are raising $150,000 to maintain our business in the first year. Okay? Thank you very much.